طب احنا من المفترض ان احنا نرفع استثمارات القطاع الخاص من 30% ل 65% بالضبط، يعني اكتر من 100%، يعني بنزودها الضعف، اكتر من الضعف. بيئه الاعمال والايكو سيستم او المعوقات اللي موجوده البعض يعني بيتكلم عنها دي هنوزلها ازاي؟ طيب هو علشان التخرج يحصل يبقى لازم يكون له تمهيد، التمهيد ده زي ما حضرتك قلتي كده لازم بيئه الاعمال تكون مؤهله، بيئه الاعمال تكون جاذبه للمستثمر ان هو يجي ويبتدي ياخد الليد او هو اللي يمسك الطريق. بيئه الاعمال لما درسنا وشفنا الانتقادات او شفنا المعوقات اللي بيشوفها المستثمر لقيناها في عده محاور، ولقينا انه حتى المؤسسات الدوليه في تقرير التنافسيه او في تقرير الدوينج بزنس بتتكلم عن المعوقات اللي موجوده في مصر. اشتغلنا على هذه المعوقات، لو مثلا بنتكلم على عملية تخصيص الأراضي، دي كانت أحد المعوقات اللي كانت موجودة، ودايما المستثمر بيشتكي أن أنا عندي مشكلة في عملية تخصيص الأراضي. دلوقتي احنا بمنتهى الوضوح، والسيد رئيس الوزراء أعلن أكثر من مرة أنه تخصيص الأراضي لم يعد هناك مشكلة في عملية تخصيص الأراضي، وده بيكون عن طريق يا إما أن احنا بناخدها بحق انتفاع، أو بناخدها أن احنا بنأجرها لغاية الامتلاك، أو أن احنا بنشتري الأرض دي بثمن المرافق، وبالتالي بقت عملية تخصيص الأراضي واضحة جدا للمستثمر على حسب المنطقة اللي هو عايز يكون فيها، وعلى حسب الآلية اللي هو عايز يتعامل فيها في الأرض. عندنا هذه الآلية واضحة، وبالتالي ما بقتش أحد المعوقات زي ما كانت معوق موجود. طيب اللي أنا فهمته من حضرتك أنه التوجه دلوقتي هو خروج الدولة أو تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية. طيب معايير الأنشطة الاقتصادية اللي هتخرج منها الدولة؟ ده سؤال كويس قوي. هو دلوقتي التخارج بيكون طبقا للمعايير اللي احنا شايفين انه الدولة ما تستمرش في هذه الأنشطة. فمثلا احنا حطينا عملنا سكورينج سيستم، او جينا نشوف المعايير دي ودينا لكل معيار نقاط معينة، وبناء عليه لما بيجي نشتغل على النشاط بنشوف المعيار ده عنده كام، قد ايه محصل، قد ايه من النقاط، عشان نقرر ان الدولة هتتخرج نهائيا او هتتخرج جزئيا او هتبقي على ما هي عليه. من ضمن المعايير دي مثلا لما نكون بنتكلم على أنشطة استراتيجية بتمس الأمن القومي أو بتمس الأمن الاستراتيجي، في هذه الحالة يبقى الدولة المفروض تكون موجودة أو بنقي على الدولة. أنشطة بيكون نسبة المخاطرة فيها عالية جدا، وبالتالي القطاع الخاص ممكن يخاف أو يقلق أو يعزف عن أن هو يدخل في هذه الأنشطة، فبالتالي الدولة هي اللي بتكون موجودة في الأنشطة لنسبة المخاطرة ممكن تكون فيها عالية. أنشطة محتاجة بنية تحتية أو بنية أساسية كبيرة، وبالتالي ولا تستطيع أن يعني تتحمل تكلفتها، نفقتها بالضبط كده، الخاص ما يقدرش يتحمل نفقتها، فالدولة تكون موجودة فيها. فهذه هي المعايير اللي بنقول اللي على أساسها الدولة هتتخرج أو هتبقى أو هيبقى فيه المشاركة زي ما كنا بنتكلم. التخارج بقى هيتم إزاي؟ التخارج هيتم مفيش طريق طرح بالزبط. من خلال البورصة هيتم إزاي؟ بالضبط كده. هو في عندنا طرق عديدة للتخارج. هو التخارج ان انا بخف الوجود بتاعي، بخف الوجود بتاعي كدولة، ممكن اخرج نهائيا، خروج نهائيا ده يبقى حصتي دي يا اما بتتباع لمستثمر استراتيجي، وطبعا بيكون في خبراء وبنوك استثمارية بتدرس هذه العملية علشان نشوف افضل طريقة بنقدر نعمل بها التخارج على حسب النشاط. ممكن يكون مستثمر استراتيجي هو اللي هيحل محل الدولة من الخارج او من الداخل، ممكن بتطرح حصتها في البورصة وبالتالي بيحصل فيها اكتتاب من كل المستثمرين اللي موجودين. البورصة بقى البعض ممكن يقول انه البورصة ليست في افضل احوالها نتيجة العوامل المحلية وعالمية احنا عارفينها. هو البورصات في العالم كله مش في افضل حالتها، البورصات في العالم كله بسبب الحرب وقبلها كان الكوفيد هي مش في افضل حالتها، والخساره اللي موجوده في البورصات في العالم كله مش بنتكلم على مصر بالاخص، هي ارقام كبيره جدا. ولكن هو البورصه دايما ابس اند داونز، بتطلع وبتنزل وعرض وطلب، وهي بتبقى مراه للاوضاع الاقتصاديه المحيطه. فهي لو دلوقتي مش في افضل حالتها يبقى بلغة السوق هو ده أفضل وقت للشراء. أنت دايما بتشتري والحاجة رخيصة مش والحاجة غالية، لأنك بتتوقعي والحاجة وهي سعرها قليل أنك هتشتريها دلوقتي علشان قدام شوية سعرها هيعلى. أنا مستثمر بقى، أنا عايز أنتهز فرصة، فالفرصة دي هي أن أنا أشتري في الوضع اللي السعر فيه منخفض علشان أبيع لما الوضع يبقى سعره أفضل. دايما كده في مقولة دايما بنسمعها من المستثمرين ورجال الأعمال أن الريسك أو المخاطرة دي باب الثروات، يعني صحيح.